فضيلة الشيخ، إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد وأعلن في البلد الأول رؤية هلال شوال، فهل يفطر تبعا لهم علما بأن البلد الثاني لم يرى فيه هلال شوال؟ هو من حيث الصيام ابتداء إذا كان في بلد ثم انتقل إلى بلد لم يخبر فيه بالرؤية، وانتقل إلى بلد أخبر فيه بالرؤية، يجب عليه أن يصوم مع من انتقل مع إليهم، يعني حكمه حكم البلد الذي انتقل إليه إن كان صياما وإن كان مفطرا. أما إذا كانت المسألة تتصل بآخر الشهر، بمعنى أنه صام رمضان في بلد ثم سافر في آخر الشهر إلى بلد، وهذا أظن هو موضع السؤال، ففي هذه الحال إذا كان أهل البلد الذين الأول قد أفطروا فإنه لا عبرة بفطرهم في هذه الحال، بل هو يتابع البلد الذي هو فيه، فإن صاموا صام معهم وإن أفطروا أفطر معهم، لأنه تابع لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. هنا أحوال، إما أن يكون في البلد الذي صار، هذا هو الأصل الذي ذكرناه، هو الأصل أنه تابع، يبقى هناك أحوال. الحال الأولى أن يفطر وقد أتم 29 يوما، أن يفطر وقد تم له تسعة وعشرون يوما، في هذه الحال يفطر معهم.